وشفنا المعارك. انا كاع كتبتهم هنا باش لان مهمين شوفوا المعارك اللي يؤخذ علينا عدم المشاركه فيها. كاينه معركه الدخول الحكومه ديال الكاتب الاول، يعتبرها الاستاذ الشجار معركتنا جميعا في اجتماع المكتب السياسي بعد ان كان اعلن انه لن يشارك في لن يشارك كشخص حكومه عبد الاله بن كيران وبعده حكومه سعد الدين العثماني. وجدنا نفسنا في واحد الاجتماع ديال المكتب السياسي، عبر جوج الاخوان على انه يجب ان يشارك الحزب عبر مشاركه كاتبه الاول، وللامانه اغلبيه اعضاء المكتب السياسي رفضوا هذا الامر واعتبروا انه الرساله الاهم ان يلتزم امام المواطنين والمواطنات وامام المجلس الوطني، لان فكره السياسه راه هي فكره الالتزام، هي فكره التعاقد والثقه. هادشي باش كتجيب الثقه من عند الناس. فسيصدر بلاغ عن المكتب السياسي اننا ناشدناه بالاجماع باش يدخل هذا الحكومه، واعتبر ان انتقادي لهذا البلاغ هو تخلف عن معركة أساسية بالنسبة للمغرب الغد واليوم، وهو عضويته هو في الحكومة. هذه زعما المعارك اللي على أساسها يقال أننا تخلفنا وسيجردوننا من عضوية. كاين واحد المعركة خطيرة جدا، هي معركة الدخول الحكومة عبر بوابة حكومة وحدة وطنية. أتذكرون المهزلة؟ هذا المقترح الذي لم يصدر لا عن مكتب سياسي ولا عن مجلس وطني وعلى أي هيئة تقريرية في الحزب، سيصدر في بعض التصريحات وبعض الحوارات التي سينظمها أخونا المحترم الكاتب الأول. في مرحلة المغرب دخل جائحة، ودخل ما يمكن أن يسمى مرحلة اضطرابات دولية. جلالة الملك اللي كيعطي الدستور ب 59 انه يعلن حالة الاستثناء ويمركز السلط، حافظ على استقرار المؤسسة وما اعلنهاش، واشتغل جاهدا من اجل ان يضمن المغرب مقاومة فعلية لهذه الجائحة وتأثيراتها السياسية والمؤسساتية، واظهرت الدولة لياقة عالية. لكن معركتنا حنا خصها تكون معركة الافراد داخل الاتحاد الاشتراكي، هو أننا نشارك في هذه العقلية التي أصفها بالإنقلابية، نستغل أي فرصة ممكنة باش نقول حكومة وحدة وطنية، باش نحقق دخول أخ الكاتب الأول الحكومة. هذه المعركة التي يؤاخذ علينا أننا رفضناها احتراما للمغاربة، واحتراما لتوجهات جلالة الملك، واحتراما لفكر وأداء حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية. اللي ما شاركش في هذه المعركة يعتبر بالنسبة للمجموعة المنفذة للإرادات التي تريد أن تنحو بالاتحاد الشراكي إلى وضوح تمييع هويته أنه عدم مشاركة في المعارك الكبرى.